طبعا النهارده في اول حلقه من حلقاتنا انا فضلت وبتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى ان مفيش حد بيقدر يقول حاجه الا بقدر من الله سبحانه وتعالى وبتوفيق منه. قلت لازم نطلع بشخصيه عظيمه في تاريخ النادي الاهلي عشان نهدي بيها جمهور النادي الاهلي. انا عارف ان هو وحشكم ووحشنا احنا كمان، وهو قليل في كلامه جدا وعمل انجازات ما بعدها انجازات. دخل النادي الاهلي وهو سنه تقريبا 10 سنين، حتى هو سنه 10 سنين بيسالوه بيقولوا مثلك الاعلى مين؟ قال لهم صالح سليم. فضيفنا النهارده مش اي ضيف، وقلنا لازم نعمل ضربه قويه جدا، مش هقول بقى حصر ومش حصر، لا احنا قلنا لازم نعمل ضربه قويه جدا لجماهير النادي الاهلي عشان نسعدهم. انتوا اسعدتونا كتير جدا فقلت لازم نسعدهم. فضيفنا مهما اتكلمت عليه عنده محطات كتيره جدا هنتكلم فيها. ضيفنا طبعا قعد فتره طويله جدا وهو لاعب، بدا من داخل النادي الاهلي من سن 10 سنين لحد ما وصل وربنا يديله العمر والصحه. بدا ناشئ في النادي الاهلي وبعد كده في الاشبال، بعدين في الدرجه الاولى، ومن الدرجه الاولى فريق الاول وصل لمنتخب مصر. بعد منتخب مصر خد طريق تاني غير الطريق اللي احنا كلنا كنا بنفكر فيه. اعتزل الكوره، وكانت طبعا الاصابه كان سنه 27 28 سنه، ودخل بعد اعتزاله خد تدريجيا ودخل في السلك الاداري. السلك الاداري ده وصل فيه من مدير كوره الى رئيس نادي. عنده محطات كتيره جدا هنتكلم فيها، وعنده حاجات يمكن هو كمان اول مره هيسمعها وهيشوفها قدام حضراتكم، وانتوا شفتوه قبل كده وما سمعتوش منه الكلام ده، هتسمعوه منه هنا. نجح كراجل اعمال في مؤسسه الاهرام واصبح من اقوى الوكالات في الشرق الاوسط. ضيفنا طبعا في حلقه الليله مع المجري هو الكابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي تدرج في حاجات كتيره جدا، تدرج قلت لكم من لاعب لمدير كوره، كل ده انا عاشرته فيه، من مدير من لاعب لمدير كوره، ومن مدير كوره لعضو مجلس اداره، ومن عضو مجلس اداره لامين صندوق، وبعدين نائب رئيس نادي، وبعدين رئيس نادي. والتكريمات للكابتن حسن حمدي تكريمات ملهاش اول من اخر. فعشان كده النهارده قلت لازم يبقى نجمنا نجم كبير قوي الكابتن حسن حمدي. 50 سنه من الانجازات حسن حمدي ده ايقونه، عفوا ده انا بقول الكابتن حسن حمدي، بقول حسن حمدي ده ايقونه مصريه. كابتن حسن حمدي حصل على لقب الاكثر تتويجا، عارفين يعني الاكثر تتويجا للبطولات على مستوى العالم، مش على مستوى القاره الافريقيه عشان بعض الناس بتقول لك اصل نادي القاره، لا على مستوى العالم. كرمته الحكومه النمساويه، انا بفتكر حاجات. وطبعا واللجنه المنظمه ليورو 2008، وخليته سفير للكره الافريقيه في يورو 2008. كرمته اللجنه الاولمبيه المصريه على التاريخ الطويل اللي اسهم بيه في مجال كره القدم. كابتن حسن حمدي نصف قرن من النجاح. يعني انا وانا بتكلم دلوقتي كده والله العظيم انا فخور ان انا كنت نجم من نجوم النادي الاهلي، والنادي الاهلي ده انا بحمد ربنا ان انا طلعت لقيت نفسي بلعب في النادي الاهلي. امبراطوريه في الاداره، وطبعا مهما قلت ومهما وصفت في الراجل ما بيحبش مجاملات، راجل دغري عنده خط واحد بيمشي عليه. الكابتن حسن حمدي طبعا صاحب شعبيه كرويه كبيره جدا، وزي ما هو اتعودنا عليه هو لاعب، واصبح نموذج فريد جدا في تاريخ الرياضه المصريه. ومن هنا بقول للكابتن حسن انت من اساطير الملاعب والاداره، وفي كتير في شؤون كتيره جدا. في عهد الكابتن حسن حمدي حصل النادي الاهلي على لقب الافضل في افريقيا 5 مرات. وفي عهده برضه ظهرت قناة النادي الأهلي، ودي هنفاجئوا بيها، ظهر قناة النادي الأهلي للنور، كلام ده سنة 2008، وأصبحت دي أول قناة تنشأ لنادي في الشرق الأوسط وليس في مصر فقط زي كده. كرمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،
ومنحوا وسام الاستحقاق الذهبي ل 2017. ده ما شاء الله يا كابتن حسن، ما شاء الله، ربنا يزيدك ويبارك كمان. شايفين ولاد النادي الاهلي يشرفوا اي حد ازاي؟ ما شفناش ولا هنشوف ضيف اقوى من كده واجمل من كده في بدايه مشوارنا في حلقات المجري.